تحية لكم الطبعة الأولى في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلمين يحييكم، السلام عليكم. واحد الرئاسة المصرية للنيباد صناعة الأمل. حضراتكم المنظمات الدولية بيكون عندها أجهزة ووكالات، يعني مثلا الأمم المتحدة عندها أجهزة ووكالات كتيرة، يعني مؤسسات داخل مؤسسة زي مجلس الأمن والجمعية العامة سياسيا، منظمة الصحة العالمية، اليونسكو، اليونسيف، وكالات متخصصة. ففي أجهزة للأمم المتحدة، برضو الجامعة العربية فيها أجهزة، فيها مؤسسات داخل المؤسسة، الخاص بالاقتصادي والاجتماعي والخاص بالسياسي والخاص بقضايا أخرى. كذلك الاتحاد الإفريقي أيضا له مؤسسات وأجهزة، أهم هذه الأجهزة النيباد. النيباد هي وكالة الاتحاد الإفريقي أو الوكالة الإفريقية للتنمية، فالجناح التنموي للاتحاد الإفريقي اسم هذا الجناح النيباد. النيباد مصر تسلمت رئاسة النيباد، هذا الجناح التنموي للاتحاد الإفريقي، في عام 2023. الرئيس السيسي تسلم رئاسة النيباد، ومصر مستمرة في رئاسة النيباد لمدة عامين. المؤسسة دي حضراتكم مهتمة جدا بكل القضايا التنموية في إفريقيا، الزراعة، الاتصالات والمعلومات، البنية التحتية، البنية التحتية العابرة للحدود، مرافق كتيرة جدا مهتمة بيها النيباد، الموارد الطبيعية، الموارد البشرية، التعليم، قضايا كتيرة جدا، كل حاجة تقريبا تقع في إطار النيباد، لأن كل حاجة تقع في إطار التنمية. في فبراير 2023 تسلمت مصر رئاسة النيباد. الرئيس السيسي تحدث عن رؤية مصر للنيباد في العامين اللي مصر رئيسة النيباد فيهم. في السياق الأول تنفيذ المشروعات القارية لأجندة إفريقيا 2063، في مشروع ضخم اسمه إفريقيا 2063. داخل هذه الأجندة مشروعات كتيرة، منها مشروعات قارية زي مشروع اللي هو القاهرة كيب تاون، اللي هو طريق رئيسي يصل القاهرة إلى آخر مكان في إفريقيا، في الواقع اسكندرية ثم القاهرة وصلنا إلى أسوان ثم جنوبا إلى كيب تاون آخر القارة الإفريقية. ده من المشروعات القارية داخل أجندة إفريقيا 2063. فالرئيس تحدث عن أن هذه المشروعات القارية هي موضع اهتمام مصر في فترة رئاستها للنيباد. أيضا كان في مفاوضات حوالين عقد اتفاقية تجارة حرة إفريقية، إنما هذه المفاوضات لسه ماشية لأن لها جوانب فنية متعددة وحسابات لكل دولة حسب درجة التصنيع والصادرات والواردات اللي عندها. فطبعا ده موضوع ما هو سهل، إنما الرئيس قال إنه مصر هتدفع بقوة في اتجاه توقيع هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن، اللي هي خاصة بتحرير التجارة داخل القارة الإفريقية. أيضا تحدث الرئيس عن رؤية مصر للبنية التحتية في إفريقيا، لأنه أي تنمية في أي دولة إفريقية ما فيهاش طرق، يبقى أنت في هذه الحالة مش هتعرف تعمل التنمية المطلوبة، ما فيهاش مرافق أساسية، ما فيهاش مطارات، ما فيهاش مواني بتطل على بحر، ما فيهاش لوجستيات كافية. يبقى أنت أول حاجة في التنمية للدول الإفريقية اللي بعضها لا يزال في وضع تقريبا كما تركها الاستعمار، ان احنا نعمل بنية اساسية لهذه الدول ضمن البنية الاساسية القارية، لانه لا تنمية بدون بنية اساسية. ايضا ضمن رؤية مصر لرئاستها للنيباد موضوع التحول الصناعي، والرئيس قال احنا هنبني على ما حدث في قمة نيامي اللي هي كانت قمة افريقية استثنائية بتتكلم عن موضوع الصناعة في افريقيا، التحول الصناعي في إفريقيا، لأن إفريقيا عندها كل مواد الخام للصناعة، لكن الصناعة موجودة في أوروبا وأمريكا والصين وأماكن كتيرة جدا وتيجي غالية جدا لإفريقيا. طيب ليه إفريقيا بعد كل هذه العقود لم تفكر في موضوع الصناعة؟ إن الزراعة لا تكفي، والمواد الخام اللي موجودة بكثرة في القارة الإفريقية بدل ما تكون كلها للصادرات يكون جزء منها للصناعة داخل إفريقيا. فالرئيس قال إنه ما تم
يعني تطويره في قمة نيامي هنبني عليه أثناء رئاسة مصر للنباد في موضوع التحول الصناعي في القارة الإفريقية. يضاف إلى ذلك أن مصر تحدثت عن 69 مشروع ليهم أولوية في أثناء رئاسة مصر للنبات أو حتى بعد ذلك حتى عام 2030. 69 مشروع دول موجودين ضمن رؤية مصر للقارة الإفريقية أثناء رئاستها للنبات. في مايو 2023 يعني بعد شهرين ثلاثة من رئاسة مصر للنبات، المديرة التنفيذية للنبات زارة مصر والرئيس السيسي التقى المديرة التنفيذية ناردوس توماس اللي اتكلمت وقالت ان احنا مهتمين فعلا نشتغل مع مصر في اطار رؤية افريقيا 2063، وكمان يكون في وجود قوي للمرأة والاسرة الافريقية في هذه الرؤية، وكمان نطور وجهات نظرنا بشأن يعني الدول اللي حصل فيها نزاعات او حروب اهلية او مشاكل كتير جدا نتيجة الارهاب المتفشي في القارة او الجريمة المنظمة. يعني حقبة ما بعد النزاعات محتاجة إلى رؤية اقتصادية كبيرة. فاتكلمت مع رئيس السيسي في أثناء لقائها مع الرئيس في أنه لابد أن نفكر كلنا في أثناء رئاسة مصر للنباد في موضوع ما بعد النزاعات، كيف يمكن إنقاذ الدول الإفريقية، كذلك مكافحة تطرف الإرهاب الذي يعصف ببعض الدول في القارة الإفريقية. وأشادت المديرة التنفيذية للنباد بدور مصر ودور الرئيس السيسي في موضوع الأمن والتنمية في القارة الإفريقية، وإنه الكل يأمل خيرا في رئاسة مصر للنباد من 23 إلى 25، لأنه فيما سبق كانت مصر بتعزز بقوة أهداف أجندة 2063 وأيضا أهداف التنمية المستدامة تتعاطى الأمم المتحدة. ويضاف إلى ذلك أن رؤية مصر من قبل النباد وأثناء النباد أي على محورين أساسيين، الأمن والتنمية. إذن مصر في رئاستها للنباد تبذل جهدا جديدا ومتجددا في صناعة الأمل. 2. هل أضاع بوريس جونسون بريطانيا ثم بكى؟ بوريس جونسون كلنا عارفين ومتابعين أخباره لما كان نائب ثم رئيس وزراء بريطانيا، شايفين الطريقة اللي بيتصرف بيها، والبعض بيعتبرها في بعض الأوقات أنها طريقة غريبة الأطوار. بوريس جونسون في الأصل صحفي، وبعد كده بقى نائب، وبعد كده زعيم حزب المحافظين رئيس وزراء بريطانيا، لكن في يونيو 2023 لا هو نائب ولا رئيس وزراء، مشي من البرلمان ومشي من الحكومة. ففي كتاب طلع عن قصة بوريس جونسون أثناء رئاسته للحكومة البريطانية، عنوان هذا الكتاب جونسون في 10 داونينج ستريت، القصة من الداخل، تأليف أنتوني سيلدون وريموز ويل. الكتاب ده بيتكلم عن موضوع البريكزيت اللي هو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اللي هو الموضوع الرئيسي اللي قاده جونسون. فالكتاب بيقول إن بوريس جونسون قاعد يقول لازم نخرج من الاتحاد الأوروبي، لازم نخرج من الاتحاد الأوروبي، وقاعد يشجع الناس ويدفع بكل قوة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فالكتاب بيكشف لأول مرة إن بوريس جونسون فوجئ إن الناس قالوا نعم وإن بريطانيا تخرج من الاتحاد الأوروبي. هو كان في ذهنه الناس هتقول لأ، هو يقول نخرج من أوروبا، نخرج من أوروبا، لكن لما يبدأوا الاستفتاء الناس تقول لا، في هذه الحالة هيكسب إنه يظل يقول نخرج من أوروبا ويكون هو الشخص الأكثر شهرة ووجودا في هذا الطرح المعادة للاتحاد الأوروبي، وكده يوصل لرئاسة الوزراء. لكن ما تخيلش إن الناس فعلا تقول نعم وتخرج من الاتحاد الأوروبي. دي كانت صدمة لبوريس جونسون. هنا خطورة هذا الكتاب إن مش صدمة للناس اللي كانوا ضد الخروج، صدمة للناس اللي مع الخروج ومنهم بوريس جونسون. فالكتاب بيقول ان جونسون كان وقتها قاعد في غرفة المعيشة، فوجئ كده على التلفزيون ان الناس وافقت فعلا، فقال اللعنة، ليس لدينا اي خطة، ما احناش مستعدين نهائيا لهذا الموضوع. هو قاعد يتكلم وفكر الناس اكيد مش هتقول نعم، وكده الموضوع يبقى قال كلمتين وخلاص ياخد بهم تمن سياسي. فقال اللعنة، ليست لدينا أي خطة،
لسنا مستعدين لأي شيء. وفي بعض الأوقات تبقى للكتاب أن بوريس جونسون بكى لأنه ما عندوش أي فيجن إيه اللي ممكن يحصل. قاعدين يقولوا نخرج نخرج، طب بعد ما نخرج نعمل إيه؟ ما كانش فيه رؤية لهذا الخروج. بعد كده لما أخذ العربية وطالع على داونينج ستريت مقر رئاسة الوزراء في لندن، في الطريق ناس كتير خبطت على العربية وكان مرعوب داخل العربية، لا بيبص يمين ولا شمال لغاية ما وصل إلى مقر رئاسة الوزراء. إذن الكتاب ده أهم كشف بيقوله إن بوريس جونسون ما كانش جاد في موضوع الخروج وما كانش عنده رؤية للخروج، عشان كده الصدمة حصلت لدى حزب المحافظين والجزء منه اللي بيقود البريكزيت لما تم البريكزيت. أيضا بعد كده بوريس جونسون كان عنده مشاكل كتيرة، منها إنه لما قال للناس أول كورونا ودعوا أحبابكم، هو طلع بعد كده بيعمل حفلات عيد ميلاد وحفلات أخرى في الحكومة بدون أصلا أي إجراءات احترازية ولا كمامات ولا تباعد، إن حفلة عادية وطبيعية. فظهر بهذه الطريقة بشكل غير ملائم، أدت في النهاية إلى خروجه من الحكومة ثم خروجه من البرلمان البريطاني. بوريس جونسون إذن يعني في تقدير هذا الكتاب لم يكن مستعدا وشعر بأنه أضاع بريطانيا ثم بكى على ذلك. ثلاثة، أكلت الخس وأكلت اللحوم الأبحاث العسكرية في أوروبا. حضراتكم بعد حرب أوكرانيا الأبحاث العسكرية زادت في أوروبا على نحو غير مسبوق. احنا بنفرق بين حاجتين، الإنفاق العسكري والبحث العسكري. الإنفاق العسكري زاد بلا شك، زاد في بريطانيا، زاد في فرنسا، زاد في ألمانيا، زاد في اليابان، زاد في كوريا الجنوبية بأرقام مخيفة غير مسبوقة. نتكلم على مئات المليارات للسنوات القادمة في كل دولة من هذه الدول. ده الإنفاق العسكري نتكلم عنه دلوقتي، مش الإنفاق العسكري الكلي، إنما الإنفاق على الأبحاث العسكرية، العلوم العسكرية، جانب العلمي والبحثي في تطوير الأسلحة وتطوير التقنيات العسكرية. حضراتكم ده زاد جدا في 2023 لا سيما بعد عدة أمور حدثت. أول شيء 2014 لما روسيا ضمت القرم وفوجئ الأوروبيين إن كده في يوم وليلة بدون ما حد يدرى وفي هدوء شديد جدا كأنها مش حرب، روسيا دخلت القرم في أوكرانيا وضمتها بالكامل بدون أي ضجيج. فأوروبا اتخضت، إحنا مستوانا العسكري فين ومستوى العلم العسكري فين وإزاي نجحوا كل هذا النجاح بهذه السرعة. بعد كده 2016 جاء الرئيس ترامب إلى السلطة في البيت الأبيض وفوق الأوروبيين، لأن الرئيس ترامب بدأ يقول إن أوروبا لازم تدفع كتير مقابل الدفاع، إحنا مش هندفع ببلاش، هم لازم يدفعوا مقابل ذلك. فالرئيس ترامب كأنه صحاهم من النوم، فهم فاقوا إنه الأبحاث العلمية العسكرية أغلبها في أمريكا، المظلة النووية أمريكية، إنما إحنا نفسنا ما عملناش تقدم في الأبحاث العسكرية كما يجب في أوروبا. بعد كده شافوا أرقام أمريكية كبيرة جدا، في 2019 مثلا في أمريكا كان الإنفاق على الأبحاث العسكرية، مش الإنفاق العسكري، الإنفاق على الأبحاث العلمية العسكرية 80 مليار دولار، رقم خرافي. بعد كده قالوا لا لازم نطور، جاء موضوع أزمة أوكرانيا وخلى الأوروبيين يفكروا بطريقة بقى خلاص حاسمة في هذا الأمر. يبقى إذن موضوع القرم 2014، الرئيس ترامب 2016، ميزانية أمريكا 2019، إنما اللي حسم الموضوع ما فيهوش أي تردد هو الغزو الروسي لأوكرانيا، أو لا خلاص بقى دخلنا في الجد والموضوع ممكن يصل إلى بولندا وشرق أوروبا، أوروبا بقت في قلب المعركة مع روسيا. ما نقدرش نعتمد على أمريكا فقط، لازم نعمل أبحاث عسكرية قوية. وفعلا اتعمل صندوق للأبحاث العسكرية، وفي مؤتمر كان في قصر فرساي في فرنسا اتكلموا الأوروبيين إن لابد ندعم صندوق الأبحاث العسكرية بأرقام كبيرة جدا. وفعلا أول فند طلع من هذا الصندوق لأبحاث عسكرية كان بواحد واتنين من عشرة مليار يورو، إنما لسه في أرقام كبيرة جاية بعد كده. أوروبا موضوع البحث العلمي عندها أساسي وكبير جدا، في مشروع ضخم اسمه أفق أوروبا، المشروع ده ميزانيته تصل إلى 100 مليار يورو سنويا،
أرقام كبيرة جدا للبحث والابتكار البحث العلمي في الاتحاد الأوروبي. إنما الجديد إن في ميزانية كبيرة للبحث العسكري في الاتحاد الأوروبي. نوضح مرة أخرى اللي قلته مع حضراتكم في هذا الموضوع اللي خلت إن البعض يقول إنه الأوروبيين وسط الأمريكان ووسط سباق التسلح اللي في العالم دلوقتي زي اللي قاعدين بياكلوا خص في وسط ناس بياكلوا لحوم، فلازم نكون زيهم من أكلة اللحوم مش قاعدين ناكل خضروات وسط ذلك. يعني التعبير مجازي قصده إن خلاص نخش إحنا كمان في سباق التسلح وفي سباق البحث العسكري. قلت لحضراتكم في سياقين، سياق اسمه أفق أوروبا، ده علمي مدني، ده 100 مليار يورو سنويا كل سنة، يعني رقم كبير جدا للبحث العلمي، لأن الشركات بحث علمي، الاقتصاد بحث علمي، أي شيء هو بحث علمي في النهاية، وإلا هتقعد مكانك زي الشركات الكتير اللي كانت عملاقة في التكنولوجيا وبعد كده اختفت من الوجود طلعت شركات أخرى. فمش معنى ان انت بقيت في القمة انك خلاص، لا ده انت لازم تتطور لان في منافسين موجودين باستمرار. لو سامسونج ناموا سنة خلاص هيختفوا من السوق رغم كل هذه القوة، لو قبل قعدوا سنة ولا اتنين ممكن يختفوا هم كمان زي ما عمالقة اختفوا قبل كده. فالبحث العلمي ده اللي هو مشروع افق اوروبا اللي هو 100 مليار سنويا للمواجهة الاقتصادية والتكنولوجية والمالية مع العالم. المشروع بقى التاني اللي هو البحث العسكري، يبقى غير بقى البحث المدني في البحث العسكري. البحث العسكري ده قلنا أول فند منه كان 1.2 مليار، إنما لسه في أرقام كبيرة جدا. إيه اللي خلى الأوروبيين يمشوا في البحث العسكري؟ قلنا خطوات. أول حاجة عام 2014 لقوا الروس ضموا القرم، أي لا نشتغل بقى، ناموا شوية صحوا 2016 لقوا مين؟ لقوا ترامب بيقول لهم تدفعوا عشان نحميكم، مش هتدفعوا مش هنحميكم، ففاقوا. وبعدين قول لو حصل شوية كسل جم بقى على 2021 لقوا خلاص، 2022 لقوا خلاص ان الروس دخلوا اوكرانيا، لا يبقى الموضوع بقى ما عادش فيه انتظار، يعني لا 2014 2016 لازم نشتغل بقوة. في 2023 اجتماع بتاع فرساي بتاع قصر فرساي في فرنسا قالوا لا خلاص نشتغل بأقصى قوة، ميزانيات ضخمة أوروبا جهزتها للأبحاث العسكرية الأوروبية لعدم الاعتماد على الأمريكان ولمواجهة الروس ومواجهة الصينيين ومواجهة أي تهديد يأتي للقارة الأوروبية. إذن في هذه الحالة زي التعبير الطريف اللي اتقال إن هم أكلت الخص وسط آكلي اللحوم، لا هم عايزين كمان وبدأوا الطريق أن يكونوا هم أيضا من أكلة اللحوم في هذا العالم. سباق تسلح مخيف، لكن البحث العلمي العسكري هو جوهر هذا السباق. وفاصل ونكمل. أربعة، إنجاز علمي مخيف، إنتاج أول جنين بشري من الخلايا الجذعية. العلم كل شوية بتطور بطريقة أحيانا بتكون مبهجة وأحيانا بتكون مخيفة ومفزعة. الشغل في موضوع الخلايا الجذعية والشغل في الهندسة الوراثية والشغل في موضوع الجينات على قد ما هو يقدر يدي أمل للقضاء على أمراض كتيرة ومكافحة أوبئة كتيرة وتعديلات لصالح الإنسان في المستقبل، إلا إنه في مخاطر أيضا تتزامن مع ذلك. ماذا لو لم يتم الالتزام بالقاعدة الإخلاقية لهذا التطور العلمي؟ 2022 كان إنتاج أول فأر من الخلايا الجذعية، وده كان يعني شيء علمي خارق غير مسبوق. والعلماء قالوا وقتها أنه يستخدموا هذا النجاح العلمي الكبير فإنهم يعرفوا برضو الأجنة واللي تتعرض ليه الأجنة، وده هيساعد في حاجات كتير طبية لمصلحة الإنسان. إنما 2023 يونيو 23 الجمعية الدولية لأبحاث الخلايا الجذعية عملت اجتماعها العلمي السنوي في بوسطن في أمريكا، وفريق علمي أمريكي بريطاني، هذا الفريق برئاسة أستاذة في جامعة كالتيك اللي كان فيها دكتور أحمد زويل
وجامعة كامبريدج اتكلمت عن إنجاز علمي لهذا الفريق، لكنه إنجاز علمي مخيف. إنتاج أول هيكل جنين من الخلايا الجذعية مش من الطريقة الطبيعية للزواج والإنجاب، إنما من الخلايا الجذعية لطفل. من هذه الخلايا الجذعية تم إنتاج جنين آخر أو هيكل جنين. الفريق العلمي بيقول هو هيكل جنين مش جنين، إنما الهدف منه من هذا الهيكل نعرف بالضبط تطورات الجنين في الأوقات الأولى علشان يفيدنا في مكافحة أمراض كتيرة. إنما العلماء اللي حضروا جزء كبير منهم بدأ يبقى خايف، لأنه إذا حاليا هيكل جنين يعني بلا رأس ولا قلب، بلا مخ أو قلب، لكن هيكل جنين يعني مكتمل الشكل ده، ممكن إذا في 2023، طيب 2030 و40 و50، بعد 20-30 سنة ممكن نصل لإيه؟ فبالتالي الخوف من إنه موضوع الخلايا الجذعية بدل ما يستخدم من أجل صحة الإنسان، تقدم الإنسان، ممكن نلاقي الاستمرار في هذه الأبحاث، إنتاج هياكل أجنة أو إنتاج يعني مخيف لأي أشكال في المستقبل، ده ممكن يكون شيء مروع جدا. مفيش قوانين تضبط ده، ولا إطار أخلاقي يضبط ده، وحتى لو في إطار قانوني وأخلاقي وحد حب يخترقه هيخترقه، ولو في دولة التزمت بالقانون أخرى مش هتلتزم، ولو جامعة التزمت جامعة أخرى مش هتلتزم، ولو ناس من دين معين التزموا ناس من دين آخر مش هيلتزموا، ولو دولة بمؤسساتها وافقت ممكن أجهزة استخبارات في دول أخرى تعمل في هذا الإطار. ده شيء مخيف جدا إن البشرية تصل علميا في 2023 إلى إنتاج هيكل جنين من الخلايا الجذعية. العلماء دول بيشتغلوا في علم عنوانه نفسه مخيف، يعني العلم اللي بيشتغل فيه هذا الفريق عنوانه مخيف، اللي هو الهندسة البيولوجية. يعني شوف بقى بيولوجيا الإنسان، هندسة هذه الأطر الحيوية والمكونات الحيوية للإنسان. لما نضم ده بقى مع الشريحة بتاعت إيلون ماسك اللي هتبقى جوه الدماغ من أجل مكافحة أمراض، ماذا لو لم تكافح أمراض واستخدمت لأغراض أخرى، يعني تطور علمي مفزع. إذا ما كناش جزء من هذا التطور ومتابعينه بكل قوة وعندنا باحثين كمان بيشاركوا فيه، ممكن في هذه الحالة تكون في مخاطر تهددنا في المستقبل، ما احناش مطلعين علميا على حجم ومستوى هذه المخاطر. علشان كده التطور العلمي مهم، مواكبة العلم الحديث مهم، تطور العلوم في الهندسة الوراثية مش بس تطور من أجل صحة الإنسان، إنما ده جزء من الأمن القومي لأي دولة في القرن الحادي والعشرين. يا له من خبر مفاجئ ومباغت، ولكنه أيضا مخيف للغاية، إنتاج أول جنين بشري من خلايا جذعية. شكرا لحضراتكم، وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبعة الأولى.